فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التحدث أثناء قضاء الحاجة؟ حرام التحدث حال قضاء الحاجة، لا يجوز. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وهل يقاس الغسل على قضاء الحاجة في مسألة التحدث أثناءه؟ لا لا لا، ما يقاس الاغتسال، ما يقاس على قضاء الحاجة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.